الزبائن ديال هاد الشركه اللي شرينا لي زابارتمون ديالهم 2017 اللي عندنا قديم 2016 15 دونك اللي تعاملنا مع هاد الشركه عطينا هاد العدد ديال الاموال ديال التصبيق ديالنا خداو معنا مشينا ريزيرفينا حنا في البلوك في ذاك الوقت يعني البلو ما كانش واضح حنا يعني كتعزل الشقه ديالك يعني بحال كتحط على يدك البلو دي بغيت هذه اللي في هذه الجهه مثلا بحال انا شخصيا خفنت واحد الجهه اللي جيت واحد الفيلات على اساس يعني الانسان باش ياخذ واحد المنطقه مزيانه هادئه تكون مع وليداتو اللي تربوا واحد الظروف مزيانه من بعد كنتفاجئ ان عقد التخصيص من بعد ملي جيت كنجي كنطلع على لافونسمون ديال الفيلا كنلقى ان ديك الدار اللي عزلت انا ماشي هي اللي داروا لي في عقد التخصيص كنلقاها في واحد الجهه هذه اول حاجه بعدها هما نصبوا عليا عطاوني وراني شي حاجه في الدار وباعوا لي ولا قيدوا لي حاجه اخرى مع الاسف هذه اول حاجه دونك انا تنصب عليا ما خديتش الشقه اللي عزلت نهار الاول بحال قلتي ورانا واحد لو بروفي ومن بعد عطاوك حاجه اخرى يعني عيب بحال عين صبوا علي قال لك فيها انت هذه الشيء مزيانه وهذه والسكن ديال مزيان وما كاينش الفيزا بي وما كاينش عدد الام وصافي خدينا الفيزا خدينا ديك لابارتمون عندنا من بعد ملي كتجي كتشوف لي تخاف ولا بونسمون ديال لي تخاف وكنلقى ان داك العقد التخصيص اللي عندي فيه دار ابارتمون في واحد الجهه اخرى جهه واحد المدرسه دونك اول حاجه هما نصبوا عليها ثاني حاجه بون بقاو عليا سي واجي صافي غادي نبقى نشوف داك المشكل تاع الزبون ديالنا غادي نشوف الفلوس قلت لهم واخا هذيك لابارتون شنو غادير معايا دابا فيها قال لك ما عطاوش قلت لهم علاش قال لك خصك تدينا 10 مليون حيت انت مريزيرفي ابارتون 5 سنين ومتفق معاهم على واحد الثمن وعاطينهم قطع التخصيص ودابا في الاخير تيقول لنا قلت هذيك لابارتون اللي اصلا ماشي ديالك ولا ماشي هي اللي ريزيرفيت واللي عطينا حنا كذبنا على البيئه خصك تزيدنا فوق منها 10 مليون هذا ماشي عدل ماشي قانون ما عنده حتى شي معنى زائد مصاريف ديال السانديت زائد واحد المصاريف ميل فاتح حطات علينا ما عرفتش حطات علينا قبل بعدا واحد القضيه ملي عطيتهم انا داك التسبيق بطبيعه الحال عطيتو لهم فرقه يعني شيكات كانوا كيعطوني واحد عقد تخصيص يعني كان فيه لابونس من بعد ملي عطيتهم الشيكات الاخرين ما بغاوش يكتبوا ليا في عقد التخصيص كل ما تجي كيكتبوا عرفتي وقلنا حنا غنبدلوا الشركه على ود الرغائب وهذه الشركه تاخذ 5 سنين خصنا نبدلوها غندير واحد الشركه اخرى سماوها ثاني 600 فرانك باش علاش غادي نبدلوا لك عقد التخصيص وفي نفس الوقت غندخلوا لك هذاك اموال التصبيغ غادي نزيدوا لك ذاك العقد ما كاين حتى حاجه من داك الشيء بدلوا الشركه زادوا شركه اخرى ودوك الفلوس ما ديكلاهمش ليا في عقد التخصيص وبقات بحال نوار ودابا كيطالبوك تزيد 10 مليون الفلوس حتى هما مديكلاريات جيت قلت لهم شوف قلت لهم دابا زعما انا كنحاول ما امكن نكون هادشي راه ماشي غير مشكل ديالك راه مشكل ديال الناس كاملين هنايا راه اغلبيهم هنا بدل لهم سميتو لا ريفيرون ديال الزابارتمون ديالهم مطالبينهم بزياده ديال 10 مليون ما بغيتي شي تسنى وانا عندك الدار عاد كيعطيني ضارب هاد كل كوميس عطيني اخويا ديك الدار اللي سميتو اللي دفعت معاك على عطيها لا حتى ما تفهمش معاك عليه لا ما نعطيوهاش تزيدنا 10 مليون هذا المشروع درت فيه باش نسكن انا وليداتي لان انا ساكنين غير مع الوالده وهذه 4 سنين ولا 5 سنين من 2017 باش تبعت انا يا في الاليداس وكنتسناو كل عام ولا كل 6 شهور باش غادي نسلموا ولادنا ما تسلمنا والو في الاخير ان الزوج ديالي ما تلاش قدر يسكن مع الوالده ديالي ولا مع خوتي اضطر يمشي كيدور في الديور مره عند اختو مره عند خوه كل مره بنت يمشي والان انايا متعرضه باش واحد النهار يات غادي يجيو خوتي يخرجوني من هاد الدار فين غادي نمشي انا وليداتي انا عندي جوج الاولاد كلهم كبارين وخصهم يستقروا في دار اليوم انا بغيت غير نسترجع التصبيق ديالي اللي عطيت لهاد الناس راه 5 سنين وهما تيستغلوا فيه راه حرام عليهم يبقاو يستغلوا فلوسنا وحنا ضايعين مشردين وليداتنا مشردين وحنا غدا ولا بعد غدا غنلقاو راسنا في الزنقه فين غادي نمشيو تنطلب من الناس المسؤولين اللي يشوفوا من حالنا ويعاونونا باش نسترجعوا التصبيق ديالنا انا في اخر مرات انا هذه عامين مرض السرطان خصني دابا باش نتعالج هذاك التصبيق رانا غير تسلفتو باش تبعتو باش نسكن انا وليداتي ودابا انا خصني العلاج وكتعرفوا مرض السرطان شحال خصو ديال العلاج خصو متابعه خصو مراقبه حتى ليش عييت انايا بغيت غير نرجع دوك مراقبه حتى ليش عييت انايا بغيت غير نرجع دوك فلوسي باش نرد الناس فلوسهم وباش نلقى راسي باش نكون انا وليداتي نمشي نكري في جهه اخرى وندير حل لراسي ولكم واسع النظر شكرا.